عبير طه بتسلم عليكم السلام، بتقول هل يجوز صيام 6 أيام في شوال بنية قضاء أيام رمضان؟ أيوه ينفع تصومي 6 أيام من شوال بنية قضاء أيام رمضان، مفيش مانع. بس السؤال بقى، هل لو أنا نويت قضاء ما عليا في شوال ده يسقط ال6 أيام المسنون صيامها؟ اللي هي من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كتب له أجر صيام الدهر، أو كن له عفوا كصيام الدهر. خلاف بين العلماء، لا هو مش خلاف عفوا، هو لو صام لو صام لو صامت الواحدة أو صام الإنسان بنية قضاء ما عليه فقط تمام خلاص. هل بقى قضية إنه يسمى أنه قد صام ال6 أيام من شوال أو ذلك يعني المطالبة تكون قد سقطت عنه؟ نعم هو كذلك. لازم نصومهم متصلين أو ينفع منفصلين؟ لا مش ضروري الاتصال، ينفع الانفصال.